للحديث حول هذا الموضوع ننتقل مباشرة لسعيد الخرومي، عضو كنيسة عن القائمة المشتركة. أهلا وسهلا بك سيد سعيد. أهلا بكم، مساء الخير لك وللمستمعين الكرام. مساء الورد. كيف هو وضع أهالي النقب في ظل تفشي فيروس كورونا؟ يعني باعتقادي أن هنالك شعور عند الناس بشكل عام بأن الفيروس أصبح من وراءنا، يعني فتح الاقتصاد وعودة الحياة إلى مجراها قبل حوالي الشهر، ولكن هذا أمر بطبيعة الحال غير صحيح. فيروس الكورونا ما زال موجود، والمناسبات الاجتماعية كالأعراس والخطوبات والاجتماعات الاجتماعية كانت هي دفيئة بطبيعة الحال ازدياد العدوى والإصابات. يعني معظم الإصابات في منطقة راهط وعرعرة وحورة كانت بسبب مناسبات اجتماعية، ولذلك نحن بدأنا في حملة جديدة للتحذير من هذا الأمر ولدعوة الناس للمحافظة على التعليمات الصحية، لبس الكمامات، التباعد الاجتماعي، عدم الاختلاط والتقارب أكثر من اللازم، واستعمال التعقيمات المختلفة. نأمل أن تكون هذه الحملة تؤثر بحيث نستطيع أن نوقف الانتشار الواسع للفيروس في الأيام الأخيرة. طيب ما الذي تلاحظونه على أهالي النقب؟ هل تجاوبوا مع كل هذه الأمور التوعوية للحد من الانتشار وللتأكيد على الالتزام الأهالي بكافة التعليمات وأخذ الاحتياطات؟ هو الحقيقة هنالك بعض البلاد التزمت، يعني بعض المناطق لم يصلها العدوى ولم تكن فيها انتشار لهذا الفيروس بالمرة، يعني منذ بداية الانتشار من شهر 3 الماضي، ولكن بعض البلاد تهاونت نوعا ما مثل مدينة رهط بعض الحارات فيها، ولذلك اليوم تم إغلاق حارتين، كان في حارة في عرعرة النقب. أملي أنه حملتنا اللي بنقوم فيها في هذه الأيام يعني تؤتي أكلها، ونستطيع أنه نقول بعد أسبوع زمان أنه عمليا بالفعل أوقفنا التزايد لعدد الإصابات بهذا الفيروس. أهلنا يجب أن يعلموا بأننا نعيش مع هذا الفيروس، نعيش مع هذا الوباء. الوباء لم يختفي ولن يختفي، ولا نستطيع أن نقول أن يعني الخطر زال إلا بوجود لقاح لهذا الفيروس ووجود دواء. عندها قد نستطيع أن نطمن الناس أن كل شيء ممكن يرجع للحياة طبعا. على ما يرام. طيب حدثنا عن المناطق في النقب، أي مناطق تعاني أكثر من غيرها بسبب تفشي فيروس كورونا؟ يعني ذكرت عدة مناطق ولكن نريد بعض التفاصيل. يعني عندنا مثلا مدينة رهط في حارتين، حارة 13 وحارة 24، كان هنالك أعراس ومناسبات تفشى فيها الفيروس، وأنا يعني أقول هنا أنه تحديدا في الاجتماعات النسائية وفي الأعراس عندما تجتمع النساء يبدو أننا بحاجة إلى تكثيف الجهود هناك. وأيضا في عرعرة النقب هنالك حارة تم إغلاقها اليوم، يعني أصبحت الحارة يعني ممنوع التواصل معها وما إلى ذلك من إجراءات. بتأمل أنه خلال أيام قلائل أيضا نستطيع أن نكبح الازدياد في الفيروس هناك. وقرية حورة كان حارتين 9 و10، هي عائلة واحدة عمليا، اللي بسبب الاختلاط وعرس كبير هناك تم انتشار العدوى. يعني أنا أقول إنه هاي الثلاث بلاد طبعا زيادة التوعية في باقي البلاد أعطت نتائج طيبة، ولا يوجد تفشي في باقي مناطق النقب. بالذات هاي الثلاث بلاد نعمل يعني بكل جهد مع رؤساء السلطات المحلية، مع رجال الدين من خطباء مساجد وإما مع الأطباء، على أساس أنه نحاول نخفف بقدر المستطاع من انتشار هذه العدوى. نعم، عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة سيد سعيد الخرومي، شكرا جزيلا لك، ونتمنى السلامة لأهالي النقب.